السلام عليكم ومرحبا بكم. اسمي ياسين بالخلف مني مباشرة أكبر سيارة وأكبر وسيلة نقل في إمكانكم الركوب عليها في لعبة جي تي اي 5. راقبوا معي يا رفاق الأوفياء الشاتشوم. هاتي هي أكبر وسيلة نقل صراحة في تاريخ هذه اللعبة الخرافية. رقمها 714 وهي عبارة عن سيارة عملاقة، سيارة الصافو العملاقة، أكبر سيارة في التاريخ. وصراحة هاتي هي أفضل سيارة يمكن الركوب عليها، وهي كبيرة جدا ويستحيل يا رفاق تفجيرها أو فعل أي شيء لها. سابقا تسابقنا ضد هاتي في لعبة فورزا هورايزن إذا تذكرتم، لمن شاهد تلك السلسلة استطعنا السباق ضد هاتي وفزنا عليها رغم أنها سريعة جدا. هل سرعتها ستشبه سرعتها في لعبة جي تي اف 5؟ لست متأكد. كل هذا والمزيد سنكشفه بعد لحظات. وهكذا تظهر عن وعد الشاتشوم يا رفاق الأوفياء. هي صراحة سيارة صابون عسكرية روسية بالضبط. الروس لديهم مثل هاتي. راقبوا لدينا هنا الأسلحة، لدينا كذلك الصواريخ في الجانب. بدون أن نضيع الوقت لكي نقوم بتجربتها الآن. طريقة الركوب لست متأكد. أنا الآن أضغط على اف، لا أستطيع مع الأسف الركوب فيها. هيا اركب اركب يا الوغبة. ممكن أن الباب موجود في الضفة الأخرى. وبالفعل استطعنا الركوب. شاهدوا طريقة السير. واو، طريقة السير فإنها رائعة جدا ومميزة كذلك، وهي عملاقة. راقب. هذا الشارع يتم استعماله من طرف الطائرات العملاقة لكي يمر. هيا طائرة جاية. راقب لكي تكشف الفرق ما بيناته وما بيناته الطائرة. شاتشوم أكبر وسيلة نقل يمكنكم استعمالها هي. يا سلام، أكبر بكثير من طائرة المسافرين العملاقة. وصراحة هذه الوسيلة وسيلة النقل أدهشتني. دائما ما أسميها سيارة صابون، لهذا السبب سأسميها كذلك سيارة صابون، لأنها تنزلق، ليست لديها عجلات وهي تنزلق فقط، ويمكنكم سياقتها كذلك في الماء. سنقوم بتجربتها في المياه لكن ليس الآن، لأنني لست متأكد هل تمت برمجتها لكي نسوقها في المياه أم لا. وراقبوا الأسلحة يا رفاق. رأيتم؟ استطعت تسديد الثورة. الآن اكتشفت الزر. راقبوا، يمكننا تسديد الثورة وبسرعة حصلت على نجمتان. هذا شيء جنوني. وبالفعل استطعت الصعود فوق من تلك الحدود، لكن في أغلب الأحيان في الناس ستنزل وستسقط في الأرض. أتساءل هل في إمكاننا سياقتها فوق من الماء أم لا؟ هذا سؤال صراحة ممكن أن ليس لديه أي جواب. مع الأسف لا يمكن سياقتها يا رفاق في المياه، لقد غرقت. أم هل يمكن تحويلها لغواصة؟ لا أعرف. الشيء الذي أنا متأكد منه هو أننا علقنا الآن. لازلت أستطيع على الأقل تسديد الصواريخ. وماذا حدث؟ هل ميت؟ ممكن أنني ميت بسبب الاختناق يا رفاق. المياه لقد دخلت وسط السيارة وميت. اكتشفت معلومات جديدة. إذا أردتم يا رفاق من وسيلة النقل هذه سيارة الصابون أن تسوقوا فوق من المياه، فيجب عليكم تنصيب الموت فوق من أحد القوارب، لأنني نصبت الموت فوق من أحد السيارات وهذا هو السبب الذي جعلها لا تشتغل يا رفاق. الآن الشيء الذي سنفعله هو أننا سنقوم بتشغيل موت الطيران، وسنحاول الطيران باستعمالها، واتوقع باننا سنستطيع. والشاهد يا رفاق بعدما شغلت المود لقد طارت. واو، يمكنكم الطيران باستعمال وسيله النقل. هذا صراحه شيء خرافي، لم اكن اتوقع ان في امكاننا فعل. راقبوا، يمكننا الذهاب لاي مكان نريد بلا اي مشاكل. هذا امر خرافي، بالاضافه كذلك لانني استطيع تسديد الصواريخ عادي جدا. يمكن الطيران للسماء، النزول للارض بهذه الطريقه. ياو، راقب، ساسدد على الفاين وود الصواريخ. يا سلام، هيا اصعد للسماء. سدد الصواريخ، ليتس جو. هيا واو، صراحه هاتي فإنها أفضل سيارة يمكنكم اللعب فيها وأكبرهم. لا توجد أي سيارة لحد الآن عملاقة تشبهها. بسرعة كبيرة كذلك وصلنا لمطار تريفر. اكتشفت كذلك شيء ما باستعمال الموضات، ففي إمكاننا السياقة يا رفاق في المياه. لقد قمت بتشغيل هذا المود الآن، يعني أننا سنستطيع السياقة. رغم أنني نصبت المود فوق من سيارة، سنستطيع الآن السياقة بلا أي مشاكل. وحانت لحظة تجربتها في المياه. راقبوا، ستستطيع فعلها الآن. نعم بالفعل استطعت فعلها يا رفاق الأوفياء ولن تغرق. بتشغيلنا ذلك المود الجديد لقد استطعنا سياقتها الآن في المياه. شيء خرافي. أريد صراحة في هذه اللحظات تسديد عدد هائل جدا من الصواريخ والحصول على عدد كثير من النجمات لكي نقوم. أوها، جاء الشرطة، رأيتموه؟ واو، عدد الصواريخ التي في إمكانها تسديدها هائل. رأيتم؟ أستطيع تسديد ما يقارب عشرات الصواريخ بضربة واحدة فقط. حصلنا على نجمة بسرعة البرق، وصراحة سياقتها فوق من المياه أفضل بكثير من سياقتها في الأرض. وبسرعة البرق وصلنا لأربعة نجمات. إن الأمر خطير، اعتقدوا بأن الروس جاءوا لكي يهجموا على أمريكا. أكيد إذا مثلا فعلت الإيمين هكذا في الفوق استطعت تسديد صواريخ في الفوق. لا يمكن مع الأسف. هيا أهجموا علي أيها المغفلون. هيا حاولوا إسقاطي، حاولوا. راقبوا
واو سيارة الصابون هذه فإنها خطيرة جدا. راقب راقب، لقد أكلت تلك الهليكوبتر. يمكن من إصابة الهليكوبتر بديلي إذا كان ديلي بالفعل صالب، إن في إمكاني إصابتهم وتدميرهم. المهم نسدد الصواريخ على تلك السيارات تلك الطريقة. شاهدهم شاهدهم شاهدهم، واو عدد صواريخ هائل. ياي رأيتم ماذا فعلت لهم؟ يا سلام، إذا ضرت بهذه الطريقة وبدأت في التسديد على شكل لولب سأدمرهم. أشاهدتم شيء الذي حدث؟ الصواريخ فإنها تذهب يمينا وشمالا، أي شخص اقترب مني سيموت. هذا شيء جنوني. نتجه الآن نحو التكنت العسكرية لكي نقوم بتدمير العسكر كذلك، لأن رجال الشرطة بسهولة سننهيهم ولن يستطيعوا فعل أي شيء لي أصلا، لأن سيارة الصابون هاتي أكبر سيارة في التاريخ وهي مضادة للرصاص ومضادة لتلك الأسلحة البدائية. جئنا للتكنت العسكرية، أين أنتم يا العساكر؟ هيا تعالوا عندي تعالوا عندي وستموتون أكيد. واو رقب رقب عدد الانفجارات هائل. يا سلام، هاتي فإنها خطيرة جدا، تقوم بإرسال عدد هائل جدا من الصواريخ في وقت وجيز. ياي هاتي السيارة فإنها سيارة مدمرة فعلا بدون كذب يا رفاق، هاتي السيارة فإنها مدمرة، العساكر لن يستطيعوا فعل أي شيء لكم، ويمكنكم العودة كذلك بالخلف إذا أردتم عادي جدا. رقب رقب ذلك الشخص، لقد خاف، خاف ونزل من الهايدرا. شاتهم ذلك العسكري هيا لكي نقوم بأكل تلك الهايدرا الخاصة به. تخيلوا أن الهايدرا بنفسها لقد أوقفتني. نسدد الصواريخ بهذه الطريقة، مع الأسف سددتها بعيدا جدا، ليست لدي صواريخ في الخلف. جاء الطنوك جاء الطنوك، تحدي الآن أكبر سيارة في تاريخ لعبة GTA 5 ضد الطنوك. لقد فجرت شيء ما، لست متأكد أن فجرت بالضبط، أحاول تدميرها. هيا 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 أصابته. واو هل شاهدتم بسرعة البرق تم تدمير ذلك الطنك؟ أرسلت عليه ما يقارب الأربعة صواريخ. شاهدوا الطنك الآخر رقيب، واو اقترب مني وانفجر نهائيا، تحول اصبح جمره. هاتي السياره بدون كذب خرافيه جدا ورائعه، مشكلتها الوحيده هي انها ثقيله بسبب حجمها الكبير، عدا هذا هي رائعه جدا. العساكر لن يستطيعوا فعل اي شيء لكم، كذلك رجال الشرطه، لان رجال الشرطه اضعف بكثير من العساكر، تدريبهم ضعيف، ليست لديهم اسلحه قويه. تخيلوا ان العساكر دمرناهم، فما بالك برجال الشرطه. اكيد يستحيل اخذ هاتي لاعلى جبل في جي تي اف 5 فقط اذا استعملتهم المضاد. راقب راقب وحجمه حجمها عملاء، قمة الجبل فإنها لم تكفيها. الآن سنحاول النزول وسنكشف الشيء الذي سيحدث إذا نزلنا. إذا لم أستطع النزول بهذه الطريقة فإنني سأنزل باستعمال الموضات. راقب 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 راقب، هيا هيا انزل انزل، لا تعلقي لا تعلقي، علقت هذا مشكل كبير. هيا هيا لا تعلقي انزلي. راقب راقب الشيء الذي سيحدث، واو أكبر سيارة عملاقة ستنزل من أعلى جبل في لعبة جي تي 5 وهو جبل شيليان. ليتس جو، راقب الشمس راقب، واو علقت علقت هناك مرجع أخرى. يعود للوراء الآن، يا سلام انقلب. ستعلق أنا متأكد. راقب انقلبت ولا زالت تتحرك يا رفاقي أوفياء. واو علقت الآن، توقفت، توقع بأن في أي لحظة ستعلق وستتوقف ولن تستطيع الاستمرار في النزول. لا زالت تنزل، جاذبية لا زالت تجذبها، لكن ممكن أنها توقفت الآن. رأيتم ببساطة لأنها كبيرة جدا، لديها الكثير من المناطق التي في إمكانها أن تعلق فيها، وبالفعل هاي توقفت في هذه الأثناء. شاهدتم. وكمقارنة بسيطة لكي تتأكدوا من حجمها الكبير، راقبوا هذه هي شاحنات حمل الرمل. هذه الشاحنة يا رفاق هي أكبر شاحنة لدينا في لعبة جي تي اف 5 بيور، كبيرة جدا مقارنة مع هاتي. شاهدتم الفرق الكبير، فرق شاسع، يعني ما يقارب 10 شاحنات أو أكثر فإنها ستساوي هذه الشاحنة، أتوقع أكثر. نعم سنحتاج على الأقل 12 أو 13 شاحنة حمراء لكي نستطيع الوصول لحجم هاتي. وهنا في هاتي الضفة راقبوا، ثاني أكبر وسيلة لدينا هي هاتي حاملة الكنتينرز. رأيتم حاملة الكنتينرز كيف هي كبيرة كذلك مقارنة بهذه السيارة. هاتي سيارة عادية في لعبة جي تي اف 5 مقارنة فإنها كبيرة بطبيعة الحال، لكن إذا قارناها مع أكبر وسيلة نقل لحد الآن في تاريخ لعبة جي تي اف 5، لأن سيارة الصابون هاتي هي أكبر سيارة يمكن سياقتها أو وسيلة نقل في لعبة جي تي اف 5. صراحة لقد استمتعت بتسجيل هذا المقطع واستمتعت بتجربة هاتي، فيها صواريخ خرافية جدا يمكنكم سياقتها في الماء، لكن إذا قمتم بتشغيل المود لكي تسمحوا لأنفسكم بسياقة السيارات في الماء ففي إمكانكم سياقتها، وإذا أردتم سياقتها فقط في الماء فيمكنكم تنصيب المود مثلا مكان احد القوارب، وبهذه الطريقه فانكم ستستعملونها في المياه بفاعليه، لان طريقه السياقه ستكون تشبه كثيرا ذلك القارب الذي قمتم بتنصيبها مكانه. ومن سنكون قد وصلنا لنهايه هذا المقطع، اتمنى ان اعجبكم. لا تنسوا يا رفاقي اشتركوا وفعلوا ذلك الجرس اذا كنتم غير مشتركين حتى ذلك الحين. يا ربعكم ياسين، استودعكم الله الذي لا صدى ودعاء، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.